تعاون وترابط ومصير مشترك. اسمحوا لي بهذا الصدد أن أفتح قوسا للحديث عن أزمة الانتماء في الوطن العربي وفي حالة التشرذم التي يعيشها والتي زرعت الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، لا سيما بعدما سمي بالربيع العربي. كيف أصبح شركاء الوطن شركاء متشاكسون وميليشيات مرتهنون وأعداء متقاتلون؟ ذلك الخطر هو الذي استشرفه مرشحنا عبد المجيد تبون من موقعه كرئيس للجمهورية، وسعى للوقاية منه بطرح رؤيته للم الشمل عندنا، بل وتعداه بمبادرة لم الشمل العربي في القمة العربية التي انعقدت في الجزائر، وسعى جاهدا ومخلصا للم الشمل الفلسطيني نصرة لفلسطين وقضيتها المركزية. وهي مناسبة أيضا تدفعني إلى تجديد تثمينها للمبادرة التي قام بها مرشحنا عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية بخصوص تزويد الأشقاء في دولة لبنان بالوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وقد تابعت كما تابعتم أنتم بالأمس سفينة محملة من شركة سوناتراك باتجاه لبنان تحمل